الكره ما يتسرعش فعلا. وهو يعرف انه يريد ان يربح وقتا ويريد ان يبني كرات وهجمات لفريقه فريق المولوديه. زغدان سدد من بعيد والهدف الاول. زغدان يسجل الهدف الاول في هذا الوقت المتاخر من المباراه في هذه الدقيقه السادسه في كره نقدر نقول مخادعه ولم تكن منتظره من الحارس الشويح احمد وحيد. كنا نتحدث على تسديدات من بعيد، كنا نتحدث على كره ثابته، الان الحل جاء من كره ثابته. كره مرتده وخاطفه وكانت يعني هي ثالث ولا رابع لقطه من هجوم سريع معاكسه وكان يعني من المنتظر وكنت راح نشوف اللقطه المعاده. الكره دائريه اللي راحت وجات، الخطا اللي ارتكبه غازي في المره السابقه صحوا في هذه اللقطه وسدد زغدان بقوه وتمكن من وهذا الشيء اللي هضر عليه بن صغير وتكلم عليه المدرب الدولي انه النقطه مليحه ولكن ثلاث نقاط احسن. اكيد